السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، وحلقه جديده من برنامج ايام الناس. معاناه ما بعدها معاناه يعيشوها ابناء منطقه حي المنتظر بسبب تردي سوء الخدمات، يعني الامطار والمجار وما شابه ذلك. بالاضافه الى ذلك انه الموضوع هذا مو فقط بالشتاء، صيف مع شتاء هذا وضعكم. صيف شتاء احنا صار لنا من 90 هنا، من 96 هنا حي المنتظر 110. منطقتنا طابوا زراعي، مشترينا بفلوسنا، لا متجاوزين ولا مخالفين، مشترينا بفلوسنا. وهاي جايبين احنا من 90 اللي جاي نعاني. ها تشوفونه، لا مدرسه، لا مستوصف، لا مركز. وهاي من 90 احنا اللي جاي، هاي حالتنا. وها تشوفونه يعني المي هسه هيك وضعيته، هاي وضعيته، هاي المجار هيك، يعني سحبنا المي، هذا المي سحبنا احنا، سحبنا المي البارحه ببيوتنا. الله وكيل، ببيوتنا احنا ما نايمين، بيوتنا لا تطيع علينا عمي. اريد الحكومه، وين الحكومه؟ وينها؟ زين، حتى ليش زين مال بيوت مالتنا هم احترقت، عفنا بيوتنا وشردنا للمدينه. تبارك الله، الين تقعد على ماي هم الله ما يقبل. جهال، وهذا مرض، وهذا وهاي الناس فقره، يعني حصره عليها الربع، حصره عليها الربع دينار. كبير المتلقى هم اللي يقول وين كنتم من 90 الى هسه؟ نروح ويقولون لنا، يوعدونا ما يجون، يوعدونا ما يحتوا. رحنا للمحافظه، رحنا للمحافظه، والمحافظه وعدنا السابق، مو هذه المحافظه، وعدنا قالوا راح يجي تبليط وهذا، وكيفنا وكل شيء ماكو. وهاي يوم يوعدونا كل ما تجي انتخابات يوعدونا ويمرسون بعد. احنا عندنا هاي مطره، احسب بعد المطرات اللي تجي. ثلاثة مطر. ها؟ احمى الله والديك، يعني شو نسوي هسه؟ بيوتنا فايضه، كهرباء مقطع، الوايرات مالاتنا، تبليط ماكو، زين؟ ناس مرضى، ناس تعبانه، لا شغل، لا عمل. زين؟ ولا متجاوزين. اكو مشروع، اكو مشروع قدموه للمنطقه. المشروع مال مجاري ومال تبليط وتعديل الشوارع. المشروع انباك. انباك انباك هاي قبل من ذبوها على الزراعيه، انتم تعرفونها، من ذبوها سووا هم، جابوا اليات على حسابهم. هاي قبل الانتخابات، المقاولين قبل الانتخابات جابوا اليات هنا كذب، وطاحوا بالاليات، ذبوها على الاطراف، على السده، على هاي، والرسميه ما اشتغلوها. وبينما هو المشروع جاي للرسميه، مدفوعه فلوسه، مدفوعه فلوسه كامله كامله، والامر ماله طاين. دوركم هنا دور، نحن ميتين، يعني اجيب المقاول، احنا ميتين. المن نحكي، المن نحكي عمي، لا اطفالنا، لا عندنا شارع، خطار ما يجينا، ناس غرقانين، البيوت منتهيه، تعبانه تعبانه والله. الأمانة هسه حتى من دخلنا، حتى من دخلنا صعوبه بصعوبه وصلنا. ادخلكم ادخل الله. انت مجيتوا ناس صاحين، وجاي توجهون الناس، وجاي تخدمون الناس، بس المريض من يطلع للشارع شلون راح يطلع؟ يطلع ميت؟ وانت مدرسه ماكو، ها؟ سولف المريض، الف رحمه على والديك، مستشفى ماكو. يجيبون ارتين ثلاثه كذب على الشارع، يصورونها وياخذونها كذب. شكل لك مشروع يشتغل. اي احكي لك، بنظري انت كحكومه واحنا كشعب. اليوم الحكومه، هسه عمي انت رجال مراسل، ها، والله يحفظك ويديمك. اليوم الحكومه اذا ما خدمت الشعب، الشعب من باكر راح يطلع عليها. احكي لك يا ابصر، هسه من 90 ما خدمتكم الحكومه. شار احمد والديك، احنا مو بشر، احنا مو بشر، باكر البلد يوقع بشده ارهاب، بشده هذا، من اللي يوقف لها؟ بس باي ولد الخايبه اللي توقف. انا متاكد هسه وعقاده الله، اذا افتر فرع فرع القى له 10 شهداء بكل فرع، صح لو مو صح؟ ترد شهداء ودعتك، والله العظيم احنا طلع ضحايا ترى هواي هنا بالمنطقه، صدق بالله. والمنطقه اجت شركه، صارت سنه يمكن، راح صارت سنه، صار سنة يمكن من اجت الشركة هنا، كل شيء ما شفنا من عندها، والله العظيم. كرين بس المشروع شخص، بس تبليط، تبليط مجاري، كل شيء ماكو، كل المنطقة، كل المنطقة عمي، مساك الله بالخير. الحكي ما قل ودا المرة، خصتك خالي، صدقني هاي الناس ترى مو كلها طالعة. أنا أحكي نيابة عن نفسي وعنهم، يعني اليوم الجماعة إجوا، اذا ما انطوف شيء رسمي انه زين، وخدمه انه لمنطقتنا ولشعبنا زين، شنو الضمانات اللي تردون؟ الضمانات هاي الناس اللي تشوفها بعد تشوف ازيد.
انت شو رسمه تريد منهم؟ راح اوقفهم باب المحافظ والله زين، اسويها ثوره باب المحافظ. احنا الشكوى شنو نريد؟ المنطقة منطقة حي المنتظر زين، مصروف لها 28 مليار، اي شارعين، شارع 110 وشارع المدارس. شارع المدارس عندك هذا المربع، هذا طابو زراعي صرف زين، منك الاطراف المنطقة الاطراف اشتغلوها منك كلها وعافوا هذا وهذا النص عافوه زين، عافوه هسه حاليا عايفينه. اي هاي احنا نريد نوصل الدسيم كان الطينه وطشات، وهذا كان خدمه تبلطت وصار الشارع وصارت منطقه حلوه. حتى منطقتكم بالبدايه زينه بس هنا المنطقه شنو مغضوب عليها؟ هاي رسميه والاطراف ترى هاي المنطقه مغضوب عليها، مجاريه كلها زراعيه، هاي الصفحه كلها زراعيه، الزراعيه كلها انشغلت يعني مو منطقه سكنيه، كلها زراعيه هاي الصفحه، وهاي السكنيه باقيه ما حد لها. أنا أوجه كلامي إلى من يهمه الأمر، أمر هاي الناس كلها، هاي الناس عراقيين، ولد عراقيين، مو صبة ولا يهود ولا دواعش ولا ما أعرف شنو، زين ناس عراقيين، ناس فقرة، ناس تعبانة، زين هالله هالله بهالشعب هذا، رحموا بيهم، زين والله العلي العظيم. اروح اقف بباب المحافظ واقول له تعال انت نايم وانا طامس في الطين. والله العظيم حي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اهالي حي المنتظر، دخلت لنا شركه قبل سنتين اجوا اشتغلوا ودخلوا اليات يعني هوايه، تاملنا خير انه المنطقه راح تشتغل. المهم يعني قبل الانتخابات دخلوا واشتغلوا فتره اختفوا، صارت الانتخابات ورا الانتخابات بكم يوم اختفوا. راحوا قالوا جتكم شركة، هاي شركة اسمها شركة العلمين. شركة العلمين عندها حفارين، شركة 28 مليار حفارين. والله حفارين ويوم بحل تلقاها، ويوم يشتغل هنا ويوم يشتغل على السدة، والشغل والشركة بيها تلكؤ وما نعرف شني. المحافظ مجرد اشتغلوا شهرين ثلاثة اشهر المحافظ جاب كادر اعلام وصور تم انهاء مجاري حي المنتظر، هو مسوي لي شارع. هاي المجاري، هاي المجاري، هذه اللحظه بحاتم، لحظه بحاتم، من يشوفون المنطقه دقيقه، من يشوفون المنطقه تتحرك والناس تاذت كلش وتريد تروح، ودوا لهم التين كذب يصورون بها ويروحون. اكو طلاب هنا عندكم اكيد مدار، شلون تطلعون؟ شلون تطالب؟ كان موظف بالصحه، تعال موظف بالصحه. اكمل انا لحظه، حسن اكمل انا. مدارس منطقه منكوبه، المنطقه 150 الف نسمه، 5000 بيت بها مدرسه وحده ابتدائيه، 3 دوامات بالمدرسه. والله العظيم الطلاب جاي تعاني، هسه ما ماخذين دروس، وهسه قبل ايام وزاره التربيه نشرت جدول الامتحان مال نص السنه، هم كش ماعتهم كفيلة، الطالب بالسادس ابتدائي كل شيء ما يعرف. منطقة منكوبة، المدارس فايضة، مدرسة 3 دوامات، الطالب يعني ندز الصبح يجينا كل شيء بلاوي، نروح للمحافظ ما يستقبلنا. نريد الحلوين، أهل حي المنتظر لا تجون. والله العظيم يم المحافظ شغلة واقفة، يم المحافظ يم المحافظ واقفة، واحنا بكرة احنا محجدين إن شاء الله وراح تنطلق مظاهرات. والله ننام ببيوتهم، نروح لبيوتهم للمحافظة نطامر ونقعد ما نرجع. والله لو ننطي شهادات. وشكرا. انا اوجه رسالتي لرئيس الوزراء محمد الشاع السوداني، يبحث بهالموضوع. احنا اوراقنا كلها كامله وواصله عند المحافظه، المشروع انصرف له مبلغ طائل ومش المشروع، ليش المحافظ ما يتدخل وما يبحث في الموضوع؟ ناشدنا اكثر من مره والله العظيم يحضرنا بالتواصل الاجتماعي. محمد العطي، المهندس محمد العطي، محافظ بغداد. يحضركم، هسه 26 مليار يحضركم يحضرنا والله العظيم. على برامج الفيسبوك، على الفيسبوك اي والله اكثر من مناشده وصلنا له، رحنا له الظاهر نبل 2019 قال 3 ايام وما سوى نتيجه. زين ليش المشروع ما يتدخل به؟ مجرد اجى يوم هنا نهى المشروع وراح، والمشروع ضال بيت ناس ما نعرف المن وما نعرف يا جهات وما بي اي في الشغله زينه. ما طلابكم هنا موظفينكم شلون تطلعون الصبح؟ هاي حاله اليوم اجيت المدام اسمه حداوية. تعال تعال هنا، تعال ابو علي، تعال ابو علي. طرقعه هاي والله العظيم، شو اسمه؟ شو اسمه؟ هاي شو اسمه؟ نايب اللي يروح الموظف. تعال بس تعال هنا الموظف اللي يروح، انا كنت موظف حذا حذر باطي
وشايل والجزمه روحا اوصل للدائره ذب الجزمه على صفحه واغسل الحذاء والنوبه البس. هاي معانات المريض بالضيم، بيوتنا وقعت، لا ظلت لا اجهزه ولا هاي، ظلينا بالضيم. الحرام ويا تشندوب تبوك يوم صار لها 27 سنه بوك جيبه نهبه، ما يدرون اذا ثارت هاي العالم بعد ما تصفى. ملت العالم. الله اكبر ربي، والله ما الواحد يذب روحه بالخيس ويشق روحه ويموت. شنو الذله هاي؟ اطش الشهداء هاي المنطقه، ايش قد اطش الشهداء؟ ايش قد ناس معاقين؟ شاف الضيم بس كان عيب عليهم. هاي الناس من تحكي حق يعني من ضيمها ومن جورها، واحنا يجوز هسه اللي شاهدنا ما جاي يشوف يعني خلفه بس الناس. خلنا افرجكم هنا استاذ احمد وياي هنا، شوفوا واقع هاي المنطقه. يعني هذا الشارع العام، هذا الشارع العام مثل ما تشوفوا، هذا نهر ثالث بالعراق هنا، هذا نهر ثالث. والله كونوا يشوفون هنا يسوون حتى ثروه سمكيه هنا على هاي النهر. هاي على المقاطع زين شوفوا، يعني هاي التكاتك، هاي الناس هنا شلون تطلع ما اعرف. والله العظيم شلونك حجي؟ الله يحفظك يا ابو، الله يسلمك. شو تسوي؟ ملينا والله، ما يفيد الحكي، كل حكي ما يفيد. الراي راي. يلا قعدتكم مال واحد يغير جو، اعتبروا نهر. لا مو ميسين يعني، هاي اعتبروا نهر. اقول لك هاي مطر ترى، والله جيت وصورت وتعبت وراح اجت البرلمانيه راح ترحون لها الكم، كل شيء ما يصير. عليكم انا ايش بيدي؟ الله يم الله الفرج علينا، فرجت ما فرجت هذا هيك حكي ان شاء الله. صوتكم وتظاهراتكم ان شاء الله محلوله. يابا تعالوا فهمونا الموضوع، شنو هاي البحيره ايش قصه؟ هذا شارع استاذ، السلام عليكم. هذا شارع على طوله، ما بي مجاره ابد. شارع هذا هيك وضعكم؟ شارع يربط له منطقة كاملة، هذا الشارع شوفه يربط على منطقة ثانية ويطلعك على الحميدية ويطلعك على العلوية رسل هناك على السياح. هذا شارع يربط له منطقتين ثلاثة زين؟ رئيس هذا ما بي مجاره أبد. شوف زين؟ صور لنا هذا الفرع، رحم الله والديك هذا الفرع، بس شوف الحالة مال الأهالي وشوف البيوت تعبانة. واحد يحتار حتى بطلعته للمستشفى، نحتار يعني بطلعته. الاسواق محتارين نو المستشفى. هاي حالتنا، يعني هاي حالتنا. لا مريض لا واحد يقدر مثلا يصير عنده مصاب، يعني هاي حالتنا. احنا بالما نكرف من بيوتنا ونذب على الشارع، وين يروح؟ المجاري ثبتة تنقمو، يعني هاي مجاري ماكو. اي يعني مجارينا هاي. احمد تعال وياي بس نشوف الفرع. يعني مشاهدين الكرام شاهدون، احنا هذا مو بس الشارع جاي ننقل وضعه، هذا فرع. الله اكبر، الله اكبر. تعال تعال، الله اكبر. يعني هذا فرع بس افتر لي. مستحيل افتر لي، افتر لي. مستحيل هذا فرع. هسه يا اللي صدق هذا فرع، يا اللي صدق هذا فرع. تعال تعال هنا، تعال هنا، تعال. التوضيح، فالتوضيح هاي منطقه مو جديده، منطقه بالتسعين موجوده. يعني واول شيء خلينا نوضح، هي منطقه حي الامام المنتظر محله 575. هاي المنطقه دخلتها اكثر من مشروع، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، ما نعرف المشاريع وين تروح. الاموال تنصرف واحنا لنا درايه، وكل هذا المجتمع الموجود في هاي المنطقه له درايه بهذا الموضوع. هاي المنطقه ملت وما خلت شيء ما ناشدته. ناشده المحافظه، ناشده الامانه، ناشده القائم المقاميه، كل شيء ما خلينا شيء ما رحنا له. احنا نريد وين نروح؟ وين نلتجي؟ احنا ملينا، منطقه منكوبه، خدمات معدومه، كهرباء تعبانه، مي ينخبط مجاره مي، اكو واحد يشرب مجاره مي؟ يعني مي خايس تشربه وتسبح به ما يصير. هسه شلون تطلعون؟ هاي افرح، هاي هنا شلون تطلعون؟ هاي تجيب خبز، تجيب بسواق، مدارس، طلعته خطوا على السطح؟ قاعدين على السطح حسدتوا؟ احنا الناشد، احنا الناشد، الناشد الشرفاء، الناشد كل من يهمه الامر. ملينا وتعبنا، اكو ناس هنا حسره عليها. يعني انا اقول لك هاي خبزه والله بسيطه، يعني واحد ياكل هاي والله عبرناها. المنطقه تعبت، يعني بيوت تقعد من النوم تلقاها مي، يعني الى متى احنا هيك؟ زين هي المنطقة أنا أعرف بقوانين المناطق والخدمية إنه كل منطقة حولها خدمات تشملها الخدمات موجودة. هسه أنت عندك التبليط جاي مفتر على المنطقة كلها إلا هاي المنطقة.
اكو جهه هنا متصدره القضيه، والقضيه هاي معروفه وكنا نعرفها، والمجتمع الموجود بهاي المنطقه هو ساكن. احنا نحكي حقيقه، المحافظه جاي تجي وتنفذ مشروع بس جزئيات على مود علاقات خاصه. العلاقات بشكل جزئي. شوف العلاقات، منطقة تتفرع الى شارعين، شارع المدارس، شارع ال110، شارع ال110 لحد الان ما طابت آلية واحدة. الشارع اللي هو بالمدارس كمل مجاري وهسه على باب تبليط. بس احنا نريد نعرف احنا شنو موقعنا من العراب. المنطقة شطرت نصين، كلها عدها علم بيها، بس كلها عدها علم بيها. يعني اذا يسمعنا رئيس الوزراء محمد الشجاع السوداني، انت بما انه تقول انا ابن هاي الشريحه وقريب على هاي الشريحه، بس تعال شوف الصوره. يعني هاي الناس هنا معاناه ما بعدها معاناه بسنه 2022، وهاي هذا واقع المواطن العراقي. يعني احنا نتمنى انه من جنابك يا سياده رئيس الوزراء انه تسمع صوت هاي الناس وتسمع الاسباب اللي تقف دائما خلف مشروع اكمال المشروع. يعني مشروع جاي يوصل وما يكمل. شنو الموقف؟ ما حد يقول، ما حد يضرب هاي المنطقه. قل لي لا لا لا، المحافظ السابق سيد الجزائري هذا بيتهم، هذا رئيس الوزراء ما يدري هذا الشارع. شوف يطلعك على الوسط، بيته كان هنا المحافظ السابق. بيت المحافظ، اي محافظ السابق. ما سوالكم شيء، حد يقول ما اضرب هاي المنطقه. ما سوالكم شيء، عندهم علم كل زين بهاي المنطقه من كوبا، وخدماتها كلها معدومه. احنا هم نريد نعرف هاي الحاله قدامك المنطقه. هذا شلون فاي؟ حتى شال هذا اول بيت، هذا تعال باي، تعال باي. منطقه صرفوا لها فلوس، ما منصرف. بس احنا وين نريد نعرف الفلوس وين راحت؟ واحد يقول 11 مليار، واحد يقول 22 مليار. انا هنا سمعت 18 مليار ومره 28 مليار. احنا نريد بس نعرف هسه اليوم. هذا مو مطلب، هذا مو مطلب. والله تعال سوي لي شارع، سوي لي مجاري، غصبا على الحكومه. انا اليوم من اطالب الحكومه بتعيين او غير شيء، بس هذا مطيه شهداء، احنا من الشهداء، بالتالي مستحقه خدمات. منطقه كامله ما عوسة شيء، احنا دعنا من الشهداء. هاي الحكومه جايه تكتل بالعالم، حتى تخطيط الافرع مالتها نظاميه. هذا وضع، هذا وضع. بس نريد نوديك للمدارس تشوفها. مدارس اكو طالب يروح بجزمه؟ ها؟ اتوقع يروح بجزمه. واكو احنا المدرسه بما يروح بلد. اقول لك احنا جايه الامتحانات جايه تتعطل، الناس الطلاب عن المدارس، لان يعني بيش يروح؟ بيش يقعد؟ يعني بشرفك مدارس 70 طالب بيه الصف؟ زين مركز صحي ماكو؟ مركز صحي ماكو حسب المنطقه. هسه هي اكبر المدينه صارت، اكو مركز صحي؟ ماكو. لو نروح للمدينه زين؟ مشكلتنا المشروع، مشروع منطقه حي المنتظر. هاي حي المنتظر من السده لحد ابو غنام جوا للمعامل، اطراف المعامل، زين؟ هذا المشروع ليش انحصر بس على المدارس وعلى المزارع على الاطراف؟ وهي هاي المنطقه منطقه زراعيه، وهاي طاب وزراعه زراعي. استمعنا لاراءكم وشفنا مشاكلكم ومعاناتكم، فمشاكل احنا راح نستثمر الوقت ونجري اللقاء مع الموجودين هنا الساده المسؤولين، سواء الحجيه زينب والحجي حسن سالم. متواصلين وياكم، خليكم. كم ان شاء الله تعبانين، وحالتنا وهاش. قدس شلونك؟ عيني. قدس شلونك؟ هسه يوم مره بعد يوم مره ويوم كم. وين رايحه هسه؟ هسه رايحه حتى تشوفون حالها. رد الطياره بلا الوضع. الوضع والله اول شيء بيوتنا غرقانه علينا، قاعدين عند جوارين، خدمات ماكو، تمطر الدنيا حتى جهنم ما يروحون المدرسه. الله شاهد والحسين، لين احنا ضالين، ما حد يسال علينا، لا دوله لا وزير لا بلديه لا امانه، كل شيء ماكو. يعني كل من يجي واعدنا هو في شبك، صح لو لا؟ نريد واحد شريف يجي ينفذ مطالبنا، ماكو، ملينا. يعني الا نطلع مظاهرات ونصير هوسه قدام العالم، ها؟ ملينا. هذا حق، حق ما جاي فيه. احنا نوجه رسالتنا لكل وزير شريف يسمع معاناتنا، يجي لهاي المناطق المنكوبه. احنا مناطق منكوبه، شنو ذنبنا؟ يعني احنا سكن بيت بال 5000 عائله هنا في هاي المنطقه، صح لو لا؟ المدارس شلون؟ مدارس قاعدين، ماكو مدارس، اذا تمطر الدنيا جهنم ما يروحون مدرسه، والله العظيم، شنو ذنبنا احنا؟
خربط المريض شلون هسه؟ والله يموت ببيته والحسين يموت ببيته. يعني انا حاجي كان بيته فايض قاعد عند جواري البارحه. اللي اناشد واطلع بالتلفزيون تعالوا يلحقونا ليش هيجي؟ الى متى نبقى هيجي احنا تعبانين؟ حسوا بينا ملينا، يعني بالانتخابات يردونا نروح ننتخب، من يقعدون على الكراسي ما يعرفوننا بعد، صح لو لا؟ واحنا بعد هاي الرساله عندنا، يردوا اذا ما يردونا خلي يسوونا جوازات يعبرونا للدول، لان احنا هذا الوطن كله ما لنا به متر واحد. قاعدين ايجارات احنا. صح لو لا؟ يلا مشكورين. حجيه اختصري لي الوضع بكلمتين. الله كريم، الله كريم، اقول الله يعين على حالنا. ما في غير الله واهل البيت، كاش نسوي بعد؟ الرجال الله يحفظكم ان شاء الله. ويشوفونا ويسالون علينا. الرجال الله يحفظكم ان شاء الله من شر بني ادم ان شاء الله. حجيه معاناه ما بعدها معاناه. اي والله معاناه. سمعنا المناشدات، سمعنا الحكي، لا مدارس. لا خدمات، لا تبليغ، لا مستشفى، لا مستوصف. يمكن اقدر اقول الحياه هنا شبه معدومه بالنسبه لهاي الناس. معدومه. علومكم شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم خلال متابعه الميدانيه انا امثل الدائره الرابعه الاورفه لحي طارق الرشاد الشماعيه حي النصر حي المنتظر، وهذا من ضمن دائره الانتخابيه. قبل سنه اشتغلت هنا محافظه بغداد داخل هذه المنطقة. ايش قد المدة تخلص بها؟ قبل ست اشهر؟ تقريبا قبل ستة اشهر. قبل ستة اشهر، يعني مو 2019. لا 2021 بشهر الثامن اشتغلت. اني تابعت المشروع ما يقارب بشهر الخامس او بالاحرى العفو بشهر السابع. يا شركة المنفذة كانت هذه؟ الشركة هذه موجودة هنا. لا هذه الشركة المهم ما يحضرنا حاليا اسمها. لما اجيت اتابع هذه الشركه كالاتي، ايش مكتوب بالتندر؟ تجهيز المواد وحفر وتركيب وربط وتوصيل انبوب بلاستيك قياس 250 ملم ناجح بالفحص وتغليفها بالحصى، تمام؟ النقطه الاولى هذا الاي مال محافظه بغداد، تجهيز المواد وصب كونكريت مسلح وربط وتوصيل من هول دائري بعمق 2 متر، شوف بعمق بس اسالك 2 متر وحسب الميلان المطلوب وبقطر 120 سنتيم. اجيت فتحت اجلكم الله من هول وجبت الفيته لمن القاه 48 سنتيم. من اصل مترين. زين. وين المتابعه من محافظه بغداد؟ وين دور محافظه بغداد؟ يودونا لجنه وصار لهم على هذه الحاله. يا بجاي الوالد صار لهم على هالحاله. زين هذه المنطقه سنه. زين دور محافظه بغداد وين؟ الرقابه لمحافظه بغداد، دور المحافظ وين؟ زين رحتوا للمحافظه؟ رحنا للمحافظه وطلعوا لنا لجنه، واللجنه 13 يقولون مكملين 65% من المشروع. بس مو وفق المعايير. اما الله بالخير عليك، هسه انت شوف هذه المنطقه 65% الواصل إليه؟ أنا قلت 10% ما واصل. 10% ماكو، ويكتبون بالتقرير 65%. الأهالي فهمت هذا الموضوع؟ الأهالي اليوم الأهالي بعد يومين الأهالي بعد يومين يكون بباب المحافظة. بعد يومين، إذا ما تدخل سريع من دولة رئيس الوزراء ومن محافظ بغداد والجهد الهندسي للحج الشعبي، تعرف بس هاي المنطقة بيها 750 شهيد من الحشد، لولا دماهم ما وقفنا احنا هاي الوقفة. ممكن آليات الحشد تشوف انا؟ والله ان شاء الله. وهذا مو موضوعهم، يعني مو مسؤوليتهم، هاي مسؤول محافظة بغداد، مسؤول البلدية، يعني مو على عاتق الحشد هذا الموضوع، بس ممكن نشوف. لا ان شاء الله، مثل الحشد ما تعرف العراق وصان عرضه، ان شاء الله إلى الدور الرئيسي بإقامة مشاريع وخدمات أساسية. بس قانونيا إذا اشتكوا الأهالي على الشركة أو على المنفذين، من اللي يتحاسب؟ ليش ما نذهب بهذا الاتجاه القانوني بدال ما مظاهرة؟ شوف احنا هذا الاتجاه القانوني، أنا راح أدخل هيئة النزاهة وأدخل رئيس الوزراء عاجلا وأدخل أيضا لجنة الخدمات بهذا الموضوع، وأريد توقف الحقيقة عليها، نوقف على الحقيقة، من المقصر؟ إن كان احنا مقصرين خلي يحلون النزاهة، وإن كانت الشركة وإن كان المحافظة وإن كان أي شخص. السؤال جواب مقتنع أنه احنا بال 2022 وهذا حال الناس هنا؟ وأنت قلت طوش هذا. والله هنا الحياة شبه معدومة.
نقص بالمستشفيات، ماكو مستشفى هنا. زين أنا شلون اجت مناشده وجيت لهذه المنطقه بالمطره، خابرتني احد النساء قالت لي زينب تدرين أنا السياره ما تقدر تدخل للفرع، دخلنا بمعاناه، خلوها ببطانيه ودوها من الباب من الشارع العام. لا اله الا الله، وين احنا بيا عصر؟ العراق ثالث دوله بالعالم بالنفط. هذا الحكي خلنا نعتبر فيه نفسنا، بلد الزراعه بلد النفط، وين هسه على ارض الواقع ايش لامسين احنا؟ يا بلد النفط شو محصلين؟ هذه التراكمات القديمه موجوده من حكومه الكاظمي، كانت حكومه ورقيه، حكومه فيسبوكيه، السبب الرئيسي هذا. يعني مو تراكم الحكومات السابقه؟ اي تراكمات الحكومات السابقه، لكن اليوم نتامل خير بحكومه السيد محمد الشاع السوداني ودوله رئيس الوزراء، وان شاء الله بس اهالينا يعطونا صبر احنا واقفين معاهم على قدم وساق ان شاء الله. يردونا بس الصبر، الحجيه تريد الصبر. مطالبنا سهله، تعال احنا صبر ما مجال، هاي مطالب بس عند الله. هاي مطالبنا سهله، مجار وتبيت، هاي ما رايديش. ايه شاش رايدين شيء ماكو، مجار وتبيض. ايه هسه عمي خت ولي المدارس ما نريد، اهم شيء خلي يسوون لنا التبليط والمجار، عندنا الرئيسيات المجار والتبليط ماكو. الكلام يعني انا حكيتها وعيد احكيها انه معاناه ما بعدها معاناه، هاي الاطفال شنو ذنبهم اللي لا مدارس، اللي يريد يشتري نستله لو شبس يعني يحتاج لبلم حتى يعبر للاسواق، فكيف بالناس الموظفين، الناس اللي عندهم شغل خارج المنطقه اللي موجودين هنا، ورغم انه هاي المنطقه مو جديدة يعني من سنة 1990 ولحد الآن في هاي المعاناة وهذا الواقع، يعني رغم تراكم الحكومات، رغم أنه هاي الناس دائما تصوت بالانتخابات، لكن لغاية الآن ما لقوا أنه منقذ يلبي طموحاتهم، لكن على أمل أنه بوجود الموجودين هنا السادة المعنيين سيد زينب أو الحج الموجود هنا أيضا، بالتالي المسؤولين نتمنى أنه صوتهم واصل وينحل موضوعهم، وبالتالي حج ايضا حسن سالم، حج حسن سالم هنا موجود، فنتمنى انه بجهودهم وبتدخلهم ان شاء الله ينحل الموضوع باقرب وقت. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل الى اللقاء.